صباح الخير مستمعينا الكرام، نعتذر عن هذا التأخير. ضيفي لعدة هذا اليوم المحلل الاقتصادي دكتور فريد بن يحيى. صباح الخير دكتور، شكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير سيدتي، صباح الخير مستمعينا الكرام. دكتور بن يحيى، افتتح أمس الوزير الأول وزير المالية سيد أيمن بن عبد الرحمن فعالية صالون الإنتاج الوطني الذي من تحدياته خلق فرص الشغل وكبح مؤشر البطالة والرفع أيضا من نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام. كيف يمكن الاستفادة من هذا الصالون للرفع لكسب كل هذه التحديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع هذا الصالون يعتبر كبادرة أساسية في الاقتصاد الوطني، وبالطبع الصالونات سواء كانت في الجزائر أو في العالم ككل فهي تعطي صورة حقيقية لما ينتجه الصناعة في ذلك البلد. والآن نقول بكل صراحة يعني بعد كوفيد 19 رأينا أنه فيه كثير من المؤسسات يعني منذ عامين أنهم مؤسسات خاصة وكذلك مؤسسات عمومية استطاعوا أن يصدروا كثيرا من الصناعات، سواء كانت صناعة إلكترونية، صناعة المطاط، صناعة بلاستيكية، صناعة ميكانيكية إلى الخارج. إذن فكانت الصناعات هذه موجودة يعني بقوة في الصالون، وما يعني شد الانتباه والصناعة العسكرية التي دخلت بقوة إلى الصالون هذا، وتعتبر هذه بادرة خير يعني إن شاء الله، يعني لأنه شيء لاحظنا أنه بالنسبة لروسيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن الصناعات العسكرية هي تكون قاطرة لأنه تتطلب كثير من التكنولوجيات المتطورة، سواء كانت في الإلكترونيكا أو الكهربائية أو حتى في ميادين أخرى يعني متطورة. فالآن نقدر نقول هذه قاعدة أساسية بالنسبة للصناعة العسكرية. وبالطبع الشيء الأول لابد أن نعمله هو إمضاء العقود، يعني تصدير العتاد العسكري هذا، وكذلك الصناعات الإلكترونية والميكانيكية وغيرها، كذلك الأدوية في بداية فيها، كذلك بعض الخواص كذلك يعني استطاعوا أن يعملوا في الصناعات الغذائية. إذن في الجزائر الآن احنا كنا في سابقا الهدف تاعنا هو الريع البترولي، يعني البترول والغاز. الآن في نظرة جديدة، النظرة الجديدة هي تصدير مخارج المحروقات، وهذا بالطبع راح يتطلب أنه الجزائر لابد انها تعمل نمط اقتصادي جديد. وبالطبع لما شفنا كذلك الفعاليات في يعني تاع سي سيد لما تكلم رئيس الجمهوريه بالطبع النعاش الاقتصادي، فبالطبع الان نحن ننتظر في استراتيجيه صناعيه، لان الاستراتيجيه الصناعيه هي ذات القاطره. فبالطبع الان راح يكون في تشخيص للقطاع او النشيد الصناعي ككل، يعني بالطبع في شركه قويه، شركه متوسطه، وفي شركه ضعيفه. اذا لابد انه تكون في استراتيجيه وما هي اولويات الصناعه الجزائريه حتى نصل الاهداف اللي سطرتها السلطات العليا، 15% تكون داخله في الدخل القومي من الصناعه، لان الان الدخل القومي تاعنا حوالي 65% وهذا قليل جدا يعني بالنسبه للنشيد الصناعي الموجود في الجزائر. اذا فلابد ان نرفع من هذه الوتيره ونعرف يعني العوائق او المشاكل اللي موجوده من التسهيل او ربما اعاده تاهيل النسيج الصناعي، الحوكمه، غيرها من الامور هذه. فبالطبع لابد ان ننطلق خطوه خطوه حتى نوصل الاهداف تاعنا في اقرب الاجل ان شاء الله. نعم. الانتاج الوطني او صنع في الجزائر موجود ويمكنه مواجهه المنتوج الاجنبي المنافس، هل وجب وضع مخطط لاستعاده الزبون الجزائري؟ لا بالطبع الزبون الجزائري الان يشكر في الصناعه الجزائريه، يعني شفنا كثير من احنا ما نعملوش الاشهار للشركات، لكن في الصناعات مثلا الكهرباء المنزليه لاحظنا انه فيه اقبال كبير على الصناعات الجزائريه، وشفنا ان حتى من المصنعين الجزائريين انهم استطاعوا انهم يصدروا يعني التلفازات ولا الات الغسيل والثلاجات وغيرها من الامور الى حول الخارج يعني. كذلك لاحظنا انه فيه كثير من الصناعات يعني اللي راهي موجوده ربما احنا شفناها جديده في الميدان، يعني انها استطاعنا ان نصدروها الى الخارج. اذا ففيه بدايه الان، فيه بدايه انه الجزائريين شفنا لما شوفوا الجيران تاعنا بعض الدول العربيه انها تقوم بالتصدير، ولما الجزائر يعني اللي كانت تصدر كثير من المواد الغذائيه صحيح، لكن الان الاوان انه الان عندنا احنا نسيج صناعي، يعني في السبعينات قليل من الدول اللي عندها نسيج صناعي كما الجزائر، يعني حتى كوريا الجنوبيه كانت عندها نسيج صناعي ربما مثل الجزائر او ربما اقل، لكن كان جنرال بارك عمل بعضها اصلاحات عميقه في الامور، لكن احنا ربما اخطانا في الثمانينات في الاختيار الاستراتيجي تاعنا،
وبالطبع الان الذكاء الصناعي راه موجود، العنصر البشري موجود، لابد من اعاده تاهيل العنصر البشري، تكوين الاطارات يعني الساميه بالنسبه للتسيير، اخذ المبادرات يعني في هذه النقطه. الوزير الاول كان شدد على ضروره تعزيز تنافسيه المنتوج الجزائري بدل الاعتماد على الاجراءات الحمايه، هو تصريح مهم جدا يجعل المتعاملين الاقتصاديين يضعهم امام تحديد مسؤولياتهم. ما هي المعايير التي يجب الاعتماد عليها لرفع من هرم الجوده في بلادنا؟ باش ترفعي الجوده في الجزائر بالطبع هذا التحدي موجود له في كل دول العالم، وكذلك بالنسبه للشركات عامه القارات والشركات الكبرى. فالشركات يعني تتنافس بالابتكار، يعني هذه القاعده، لا تتنافس بحمايه السوق، تتنافس بالابتكار. يعني لما تكون عندك ابتكارات فبالطبع نشوف الشركات الكوريه مع اليابانيه مع الالمانيه الامريكيه الصينيه انه في تنافس بالنسبه للابتكار. باش نوصلوا للمستوى تاع الابتكار يعني المستمر، لابد ان يكون عندنا الامتياز العلمي بما يسمى ليكسيلونس سانتيفيك، لابد ان تكون المدارس نتاعك والجامعات نتاعك يعني مصنفه بتصنيف دولي. اذا فهذا التصنيف الدولي لابد من تاهيل العنصر البشري بالنسبه للمعلمين والاساتذه الجامعيين وغيرها، وكذلك تاهيل حتى المنظومه التعليميه في الجزائر. ومنها كذلك لابد يكون فيه التحديات، النقطة الثالثة هي التحديات الاجتماعية، لأنه إذا كان المواطن عنده قدرة شرائية ضعيفة فبالطبع مش ممكن أنه راح يسهلك. إذا الجودة والسعر نعم. السعر لابد كذلك من رفع من القدرة الشرائية، سواء كان برفع ربما بالأجور أو ربما بعملية أخرى أو إعادة النظر ربما في تقييم دينار جديد أو غيرها من الأمور هذه، حتى يتسنى، لأنه العنصر الأهم هو المستهلك، والمستهلك هو المواطن. اذا فلا بد تكون عنده قدره شرائيه للشراء. اذا فهذه الباكيج كما نسميه احنا في الاقتصاد، انه هذه الثلاث محاور هي الاساسيه باش يكون التنافس بالابتكار. وبالطبع الشركات نتاعنا لابد كذلك انه نوضع سياسه كذلك رشيده بالنسبه للابحاث العلميه، سواء كانت بالنسبه للمؤسسات بمسمى الحاضنه الانكيباتور او السياسه للموضوع على الستارت اب يعني الشركات الجديده هذه، وكذلك ربما انه نشوف ماذا يجري في العالم، لانه الان فيه ابتكارات جديده، في سياسة جديدة يعني نتكلموا على الاقتصاد 4.0 يعني 4.0، كذلك نتكلموا على نانو تكنولوجيا، نتكلموا على نانو سيونس، نتكلموا على ليبوزوم بالنسبة للصناعات الأدوية. يعني فيه يعني ريفوليشن، يعني ثورة عالمية بالنسبة للانطلاقة بعد كوفيد 19. إذا فلابد الجزائر أنها توجد روحها من ناحية التنظيمية، من ناحية الحوكمة، من ناحية اليقظة الاستراتيجية، من ناحية اليقظة التكنولوجية، اسكو نابيل لافي تكنولوجيك. إذا لابد نكون عارفين ماذا يجري في العالم حولنا، وحتى ناخذ الإجراءات اللازمة باش نوصلوا للأهداف هذه إن شاء الله. من بين التصريحات ايضا المهمه التي ادلى بها الوزير الاول سيد ايمن بن عبد الرحمن وزير الماليه، ان النزال التجاري حقق فائض ب 1.04 مليار دولار، هل تدل المؤشرات على قدره الحكومه على تحقيق الاهداف المسطره في مخطط عملها، خاصه وانه سابقا كنا نتحدث عن عجز ولمده سنوات في النزال التجاري؟ بالنسبه للميزان التجاري فبالطبع احنا الان يعني بالنسبه للسنه السابقه والسنه الحاليه إذا حققنا يعني فائض بواحد مليار دولار فهذا يعتبر كتوازن جيد جدا، لأنه كثير من الدول يعني راهي الآن في الأرقام السلبية. إذا فالآن حنا نقول بكل صراحة هذه الانطلاقة يعني هذه تسمى الحمد لله كان فيه ارتفاع أسعار البترول، وكان فيه توازنات، وكان فيه تسير يعني رشيد بالنسبة لأنه السنوات السابقة كنا نستورد ما نحتاجه وما نحتاجه. إذا فربما كثير من الشركات الأجنبية خاصة الأوروبية انها استفادت كثيرا من الاموال الجزائريه بدون مقابل، يعني كانت في وعود انه تكون في استثمارات او عن استثمارات. اذا فالان لابد بالنسبه للوزير الاول انه يعيد النظر في ربما العلاقات مع اتفاقيه الاتحاد الاوروبي، لانه هذه ما كانش في صالح الجزائر. وبالطبع حتى يكون عندنا ميزان تجاري متوازن او فيه فائض لابد ان ندافع عن المصالح نتاعنا. اذا فالان الشيء اللي نقولوه انه لما تكون استيراد واردات من الخارج ربما تصل الى رقم معين، سواء كانت في مواد غذائيه او نسيجيه او صناعيه او غيرها، اذا نعمل ارقام، اذا كان رقم يفوت نقول للشركات هذيك انها تستثمر في الجزائر. يعني مش ممكن انا نستورد من شركه 2 مليار او 3 مليار دولار من السيارات او المواد الكهرومنزليه ونبقى نستورد من عنده. قال لا، تجي الجزائر تستثمر في الجزائر، واذا ما حبيت تستثمر نشوف شريك اخر. اذا فلابد الان ما نبقاش مع سياسه الواردات فقط من الخارج، اذا لابد ان نعيد النظر ان الشركات الكبرى
العالم اللي نعملوا معها الوالدات انها تكون فيه سياسه مسطره بالطبع اللي نقدروا احنا نعملوا بمسمى بالجداول او بالمنشات الصناعيه تسمى ماتريس اندستريال يعني في كل الفروع. وبالطبع عندنا الارقام لابد كذلك تكون على ارقام حقيقيه لانه ربما بالنسبه للارقام نتاعنا فيه بعض تفعيل المنظومه الاحصائيه فيه امور اعاده تاهيل كذلك العنصر البشري اعاده تاهيل المنظومه الاحصائيات هذه تسمح لنا بان نتخذ الاجراءات اللازمه في الوقت المناسب. اذا فلا بد الان بمسمى سكون ابل ايكونومي دو سوبستيسيون يعني لابد ان نعاود نسترجع يعني كي تعود عندي امام نستوردها من الخارج يعني بقيمه عاليه لابد انه ندفع هذاك المستثمر الاجنبي او المصنع الاجنبي انه ياتي الى الجزائر. بالطبع تكون فيه تسهيلات تكون فيها يعني امور حتى يتسنى لنا ان ننتج في الجزائر وكذلك ان نصدر هذا المنتوج ربما الى دول اخرى. في هذه النقطة الوزير الأول شدد على أنه يجب أن تصل نسبة الإدماج إلى 35% في المؤسسات الوطنية لصناعة السيارات خاصة. ما هو الأثر النوعي لهذا القرار على مناصب الشغل والنسيج الاجتماعي وقطاع المناولة خاصة؟ وكيف يمكن أن ننظم التفعيل أو التدسيس الفعلي لهذه القرارات؟ كيف يمكن؟ بالطبع سؤال مهم هذا. التفعيل هو أن الشركات مثلا هزوا صناعة السيارات التي يعني شفنا فيها عجز وفيها مشاكل كبيرة كانت تفخ عجلات وكانت في يعني الان بكل صراحه احسن شيء تعمل الحكومه حسب هذاك الخبراء في الاقتصاد انه نعمل شراكه مع دول كبرى يعني اللي عندها سياره سواء كانت اوروبيه او اسيويه او امريكيه وغيرها يعني حسب يعني ضفت الشروط اللي تضع الحكومه. لما تجي شركه السيارات الكبرى هذه هي لما تكون عندها الحجم كبير يعني يكون في دفتر الشروط من 300 الف حتى 600 الف سياره يعني سنويا بالطبع مع تصدير 50 او 60 او 70% من السيارات الشركات الكبرى هذه تجيب الشركات المناوله معها. هي الشركات الكبرى هذه لان كل شركه لما يكون حجم معين فبالطبع الشركات شركات مناوله سواء كانت في قطاع الغيار الميكانيكي في قطاع الغيار الكهربائي ربما في قطاع الغيار كل الاكسسوارات هذه فيها ربما بعض الصناعي الجزائري ممكن البطاريات وكذا في الجزائر العجلات غيرها موجوده لكن لابد نطورها. لكن لما نعمل الشراكه هذه احسن شيء يعني بالنسبه للنصيحه اللي نبدا هذه السلطه العليا انه نعمل دفتر شروط مع ربما نبداو بشركتين كبار باش يكون في تنافس مش شركه واحده ولابد الشركه هذه ما تكونش انا اعطوني الافضليه او بالنسبة المونوبول قال لما ننتج انا ما تخليش شركه اخرى لا قال في شركتين اللي بداوا بهم بالطبع راح نسهل لهم كل الامور ربما كذلك الدول تدخل معهم ربما ب 10% او 15% وغيرها ربما اذا كان في بعض الخواص لكن نخليو الشريك هذا الاجنبي انه هو يستثمر يعني بالحجم نتاعو انه في شركات كبرى عالميه حابه تدخل السوق الجزائريه. اذا فهذه احسن سياسه بالنسبه لنا كخبراء الاقتصاد احسن سياسه لنا باه ندخلوا هاد المصنعين الكبار وبالطبع بعدها يكون نسيج لما يدخل المناولين الاجانب هذو وبالطبع راح يعملوا شراكات مع الشركه الجزائريه راح يعملوا غيرها وبالطبع راح يكون ربما جزائري كذلك لما يشوفوا السوق كبرى راح يدخلوا لانه ما نقدروش ندوا شركه مناوله اذا ما كانش فيه سوق. السوق هو تركيب السيارات هذا هي اذا كان تركيب السيارات راح تكون شركه مناوله. بالنسبة للحكومة الآن تسجل بلوغ نسبة نمو خارج المحروقات تصل إلى 3.6%، هناك إنجازات في بعض القطاعات كبيرة ولكن تغطي كما قلت قبل قليل على إخفاقات في قطاعات أخرى. ما هي المعيقات التي تحول دون وضع الجزائر في خانة تحقيق النمو بشكل أكبر؟ هي بالطبع في عدة عوائق يعني الأمر الأول نقول بصراحة هي البيروقراطية يعني في بيروقراطية كبيرة في الجزائر حتى لمنح الاراضي. احنا نعرف كثير من عندي رئيس مكتب دراسات انا يعني الان في كثير من المستثمرين يعني 10-12 سنه باش يدير المشروع نتاعو وهذا كثير بزاف يعني باش نعرف المشاريع. النقطه الثانيه اللي لابد انه نعملها هي وضع المسيل يعني كفاءه ولابد من تكون يعني مرافقين لهم لانه المسير هذا لابد تكون عنده كفاءات يعني في السبعينات كانت عندنا ربما كفاءات السيريه ربما احسن من اليوم. نقطه ثالثه كذلك رفع التجريم عن سوء التسيير باسكو لا ديبيناليزاسيون توتال دو لاكت دو جيستيون لانه نقول بكل صراحه الان كل مسير حاط يعني كاين قاضي وراه
يعني الناس عاد خايفه بكل صراحه، يعني يقول داخل اجراء صغير الصبح نحاسب عليه. اذا فرئيس الجمهوريه يتكلم على انه الرسائل المجهوله هذه وهذه الامور، يعني ممكن اي مسير على 100 قرار ربما يخطا في واحد اثنين ثلاثه ممكن تصرى، لكن بعدها نصلحوا الاخطاء هذه، مش معناتها نروحوا نجرموه. نعم. نجرموا انسان يسرق الاموال، هذاك نجرموه، هذاك الانسان اللي ارتكب اخطاء ربما في تسييريه ما نتبعوش هذا، يعني يا نجدوا العقد نتاعو ولا نعزلوه. النقطة الأخرى كذلك المهمة جدا، لابد كذلك أن البنوك تكون في إصلاحات عميقة، لأن الآن لابد من العقار والبنوك وغيرها نسيروها، ولابد من تغيير القوانين، لأن القوانين تاعنا فيه قوانين يعني بكل صراحة ثقيلة جدا، يعني وهي تعيق هذا الأمر هذا، لأنه نشوفوا الدول الأخرى لما نعملوا يعني استراتيجيات أنه سهل المستثمر هذا ويكون عندنا أن تايمينغ، يعني لما يحط المشروع نتاعو لابد في ظرف سنة ونص سنتين ينطلق المشروع، ما نستناش 10 سنوات، لأنه عندي دعامينا، عندي أكثر من 800,000 شابة في العمل، عندنا أكثر من 1,000,000 ربما شاب خارج الجامعات وغيرها يبحثوا على عمل مستقر، إذا فعندنا يعني قوة شبانية، قوة عمل كبيرة جدا، إذا فلابد من إنشاء آلاف من الشركات سواء الخاصة أو العمومية، وكذلك نسمح أن تكون في شراكة ما بين الشركات الوطنية، يعني لما تكون فائض تاع المال في شركة سي ألف وفي شركة باء ممكن هما في بعضهم ينشئوا شركة أخرى، إذا فلابد الأموال تجيب الأموال، إذا لابد من تحرير السوق نوعا ما، يعني ما نكونوش مضيقين أو كيما يقولوا بالعامية احنا مزيرين بزاف على الأمور هذه، إذا فلابد يكون في تسعير وتكون مرافقة وتكون عندك كيما تكلمت في الأول وتكون عندنا استراتيجية واضحة، يعني نمط اقتصادي مع استراتيجية صناعية لابد أن نوضحها، استراتيجية فلاحية كذلك، استراتيجية الخدمات، لأنه الخدمات لما نشوف أنا دول كيما فرنسا مثلا دخل 70 مليار دولار يعني او اورو في السياحه، 150 مليار دولار اسبانيا، اليونان، دول كذا، نشوفوا حتى جيراننا في تونس عندنا باستثناء كورونا الان عندنا دول مصر، يعني كل هذه الدول دخلت اموال كبيره، احنا الجزائر يعني عندنا الله يبارك البحر، عندنا الهضاب، عندنا الصحراء، لكن ما دخلناش كثير، اذا فلابد هذه كل تكون كنمط اقتصادي جديد، ولابد من دفع العجله الاقتصاديه او عجلة النمو في جميع القطاعات، ليس قال صناعة فقط ونترك الفلاحة والفلاحة وغير صناعة، لابد نمشيو في جميع الميادين شاملة بالطبع. الآن يجب التحدث عن السيرورة ومضاعفة النتائج، ما هي النقاط التي يجب العمل عليها لتحقيق مزيد من المردودية؟ هي باش تحقي مزيد من المردودية كما كنت كلمت لك أنه تكون عندك يعني استراتيجية واضحة. انه الامر الان لابد ربما ما نقدروش نسيروا الدوله تاعنا وحدنا الان، يعني المنتوج الوطني لا بالطبع حتى بالمنتوج الوطني لابد تكون عندنا مرافقه، لانه باش ندخلوا الاسواق العالميه هذه مش سهل، لان كنا غايبين مده سنوات حتى من التصدير تعتبر كمهنه سكان الاكسبورتاسيون سا ميتي، اذا فلابد انه نعمل على تكوين المصدرين، كذلك لابد ان نسمح لانه كثير من المستثمرين الجزائريين عن شركات يشتكيوا من الامور البنكيه، يعني لما يحب يفتح مثلا كيما نقولوا حنايا شاوروب يعني بالطبع في النيجر او في السنغال او في غانا او في غيرها، بالطبع ما يعطوش امه باش يحولها باش يفتح رغم انه هذه الاموال تاعو ستتجه بنوك عموميه الى فتح بالطبع، وكذلك بالطبع اذا فلابد من فتح هذه الامور، نفتح للناس وبالطبع بعدها نحاسبهم تعطيهم الاموال، اذا فلابد هذه الامر، وكذلك ربما نعملوا شراكات مع دول كبرى، الان شفنا انه ربما في الامور الاستراتيجيه انه الصين عندها يعني وزن كبير في الصناعات الكبرى، انه ممكن ننشئ شركات كبرى معها في عدة قطاعات، وأنه الشركات تكون موجودة في الجزائر، ومن الجزائر راح تكون موجودة في أفريقيا نصدر إلى أفريقيا كل، يعني ممكن أن الجزائر بعد سنوات تصبح إن شاء الله تنين أفريقيا في الميدان الصناعي أو في الميدان الاقتصادي إن شاء الله. السؤال الأخير، الاقتصاد لا يزال يعتمد على المداخيل العمومية وعلى تدخل الدولة المباشر سواء من خلال الهياكل أو عبر سياسة الدعم الكبير التي لا نظير لها في الدول الكبرى، كيف يمكن تحقيق توازن بين الأهداف والأعباء في اقل من 20 ثانيه؟ بالطبع لابد ان تكون يعني سياسه رشيده بالنسبه للخدمات الاجتماعيه الجزائريه ككل، وبالطبع لابد من النظر في التدعيم هذا، ولابد من تدعيم الاجور اكثر من تدعيم المواد، اذا فتكون في سياسه رشيده في المستقبل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتور فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي على كل الاثراءات القيمه، شكرا مستمعينا على اللقاء.